أسامة مو إنسان عادي إطلاقا، إخلاصه لعمله، إخلاصه لمن حوله، لأصدقائه، لفنه، لكل شيء، وفي وتسامح ودود إلى أبعد الحدود. مو لأنه أبي الله يرحمه، بس شو ما بدي أحكي ما رح وفي حق. يعني شو بدي أحكي من الكرم والتواضع من طيبة الأخلاق. خلي ربانا نحترم الكل، ربانا يكونوا رجلينا على الأرض، نكون واقعيين، نكون محبين، نجتهد، نشتغل كتير باجتهاده وبصورة حقيقية مثل ما هو فعلا رجع بهالعمر واشتغل بصورة حقيقية كتير. بس في شيء واحد بيعزيني اليوم وبيفرحني، هو أنا بفتخر إني ابن إني بنت هيك حدا، هيك إنسان بهيك سمعة طيبة ونظيفة مثله. أسامة روماني أخي وصديقي، كان عزيز علينا جميعا، العائلة كلهم كانوا يحبوه، ما زعل حدا بحياته، كل ناس عرفوه، كانوا يعرفوه خفيف الدم، محب، قلب كبير. يعني شو بدي أعدلك لأعدلك، أسامة كان زهرة العائلة تبعنا، فقدنا أكبر عمود نعتز فيه. أستاذ أسامة الروماني الله يرحمه حالة خاصة، كنا كلياتنا من غربة ومن مسرحيات قديمة لهلا، كلنا عنا شغف نشوف هذا الفنان، نحكي معه، نتواصل معه. رحمة الله عليه كان بقمة نشاطه. الخسارة كبيرة ولا تعوض. يعني الله يرحمه أسامة صحيح أمضى قسم كبير من عمره خارج سوريا، ولكن كل إنجازاته ونجاحاته وأبداعه يسجل له كفنان وكمبدع سوري. خسارة كبيرة، ونحن اليوم فعلا يعني حزننا كتير كبير. الله يرحمه، الله يصبر أهله ومحبينه. أسامة الروماني فقيد كبير خسرناه، رحيله موجع. أكيد بدي أعزي أسرته وعائلته، بدي أعزي الأسرة الفنية، بدي أعزي أنفسنا، لأنه برحيله أكيد الحركة الفنية خسرت قامة كبيرة، وهي القامة مشهود لها بتاريخها العريق والتجربة الثرية اللي تركها. أنا سعيد لطلابي لمعهدنا أنه حظي بفرصة يتعرف على أسامة الروماني وعلى غنى وثراء، لكن العزاء سيبقى بهذا الأثر اللي تركه أسامة الروماني. الأستاذ أسامة يعني قيمة فنية وإنسانية بصراحة، يعني هو دائما حضوره إنساني لطيف محبب، بيفتح آفاق ثقافية واجتماعية نحن بنحتاجها كلنا كتير. أنا زعل أتحسر على الله يرحمه.